تسبب عرض فيلم جوكر في حالة تأهب شديدة للشرطة الأمريكية، أجبرتهم على فرض تشديدات أمنية غير مسبوقة على السينمات، خوفاً من اندلاع أعمال عنف بعد مشاهدته. يجسد شخصية الجوكر النجم خواكين فينيكس، وتدور أحداث القصة حول شخص انطوائي مضطرب عقلياً، تعرض للكثير من التنمر والضغوطات، فتحول إلى شخص عنيف وعدواني. أثار الفيلم جدلاً واسعاً في أمريكا حتى قبل طرحه، واتهم بتنجيد الجريمة ونشر الفوضى، كما حذر النقاد من عواقب مشاهدته على المتفرجين. تأتي هذه المخاوف بسبب ارتباط شخصية الجوكر بحادث إطلاق نار عشوائي وقع في إحدى السينمات أثناء عرض فيلم The Dark Knight Rises، والذي أدى لمقتل 12 شخصاً وإصابة 70 آخرين. اتخذت الشرطة الأمريكية جميع احتياطاتها مع بداية عرض الفيلم، ونشرت أفراد أمن بأسلحة وكلاب بوليسية أمام السينمات لتفتيش الجمهور، كما منعت المشاهدين من الدخول بأقنعة أو أزياء تنكرية. ويقال إن هناك رجال شرطة بملابس مدنية يجلسون وسط المتفرجين في دور العرض، وبسبب تلقي إحدى السينمات تهديدات بالقيام بأعمال عنف أثناء عرض الفيلم، اضطرت الشرطة لإغلاق صالة العرض حتى تنتهي من إجراء التحقيقات. وبعيداً عن الشرطة، أثار الفيلم القلق والرعب في نفوس عدد كبير من المتفرجين، لدرجة أجبرتهم على مغادرة السينمات قبل انتهاء عرضه بسبب فرط العنف والسوداوية به. ولكن بالرغم من الاضطرابات التي تعاني منها صالات العرض، إلا أن الفيلم يتصدر شباك التذاكر الأمريكي ويحقق يومياً إيرادات مهولة. شاركنا، هل يدفعك الجدل المثار حول الفيلم لمشاهدته؟